ريكورد. نبدأ يا شباب كده، بسم الله. طب حضرتك عايز تتكلم عن ايه؟ هنتكلم النهارده على دايرة البي جي تي امبليفاير. باشمهندس وافق ان انا اسجل الدايرة دي وظيفتها يا شباب، معايا سامعيني؟ تمام ماشي الدايرة دي وظيفتها تكبير السيجنالز الصغيرة. يعني مثلا انت عندك السيجنال دي انت مثلا مستقبلها من بأي شكل، والسيجنال دي مثلا عايز تكبرها عشان تعمل بيها في جهاز معين. مثلا السيجنال دي تحمل داتا وعايز تكبرها، فلازم تعمل لها حاجة اسمها امبليفاير. عايزك يا ممكن؟ باشمهندس يقبل بس ان انا ريكورد، نعم. يقبل بس ان انا ريكورد. هو مش جاي لأي حاجة، اديني قدامك الشاشة قدامك اهيت، مفيش أي. أنا عموما بسجل. ماشي تمام يا باشمهندس، ماشي. سلمك حضرتك. فالداله دي وظيفتها هي تكبير السيجنالز. سيجنال مثلا انت جاي مستقبلها باي شكل، السيجنال جاي لك بقيمه صغيره جدا عايز تكبرها، فلازم تعمل بي جي تي امبليفاير. البي جي تي امبليفاير زي ما انت شايف كده مكوناته عباره عن ايه؟ عباره عن بطاريه. بطاريه طبعا السيجنال مش هتكبرها كده، يعني انت ممكن هتكبر تيار وهتكبر جهد، فهتكبر باور. هتكبر باور من الهواء؟ لا، لازم يكون في بايزنج. البايزنج ده وظيفته بيدي الباور للسيجنال دي ويكبرها. تاني حاجة بيحدد لك نقطة الاوبريتنج بوينت من خلال البايزنج، يعني اختيار المقاومات دي اللي هي ار 1 وار 2 وار اي وار سي وقيمة الفي سي سي، ده اسمه البايزنج للترانزستور. بحدد هل الترانزستور ده هيشتغل كامبليفاير ولا الترانزستور ده هيشتغل كسويتش، ممكن استخدمه كسويتش اون واوف. لو انا استخدمته كسويتش اون اوف هحتاج حاجة، هحتاج لو انا في لحظه السويتشنج اون يبقى الدروب عليه من الكوليكتور للاميتر يكون زيرو، زي السويتش العادي. السويتش لما يكون مغلق بيبقى الدروب عليه كجهد بزيرو، ولما يكون مفتوح بيكون التيار فيه بصفر. طبعا هنا كامبليفاير لا، انا مش عايزه كده، انا عايزه في الامبليفاير يبقى الجهد بتاعه بتاع الكومون الكوليكتور الاميتر يكون جهد متغير مع تغير جهد البيس، لان التغير بتاع جهد الكوليكتور هو اللي بيتبعه تغير جهد الخارج اللي انا باخده كايه؟ كامبليفايد سيجنال. انا بسجل يا شباب، والموضوع كله ان شاء الله يعني تلت ساعه ونخلص على طول. ايه؟ وارفع عليكم الفيديو على اليوتيوب وابعت لكم اللينك بتاعه. تمام؟ طب يبقى اول حاجه عايزك تعرفها ان البايزنج ده قيمه الفي سي سي مع قيمه المقاومات بتحدد لك هل الترانزستور ده يشتغل كسويتش ولا يشتغل كامبليفاير. وهنشوف ده دلوقتي واحنا شغالين في البروتس. قيم المقاومات وقيمه الفي سي سي. السيجنال يا شباب هتدخلها على البيز. طبعا انت هتغذي هنا بدي سي، انسى اللود بمكثفه، انسى المنطقه ديت وانسى المنطقه دي. بص للداله دي، الفي سي سي ده طرف الموجب بتاع البطاريه، فين الطرف السالب؟ هو الجراوند ده. ده الطرف السالب بتاع البطاريه. لما تتغذي الفي سي سي هيبقى جهد النقطة ديت قيمة دي سي ثابتة. القيمة دي سي ثابتة ديت هتمررك تيار بيز. تيار البيز ده هتضربه في الكرنت جيم بتاع الترانزستور ده هيمررك كوليكتور كرنت. معايا يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. انسى اللود وانسى السبلاي. انا هبص لدايرة البايزنج. دايرة البايزنج دلوقتي الفي سي سي ده موجب، والسالب بتاعه فين؟ السالب بتاعه اهو. التيار هيطلع من الموجب ويوصل للسالب، فهيمشي كده من ار 1 وار 2، فيعمل فولتج دروب على ار 2. الفولتج دروب ده هو قيمه مين؟ جهد البيز. جهد البيز ده متطبق على البيز اميتر جانكشن، وديت عباره عن دايود متوصل فورورد، هيبقى عليه دروب 7 من 10. وهنا معاك جهد البيز، هيبقى جهد البيز ناقص 7 من 10 على قيمه الار اي، هيديك مين؟ هيديك قيمه تيار البيز اللي ماشي هنا، هيتبعه تيار كوليكتور ماشي في دايره الكوليكتور. فما ماشي هنا تيار، هيبقى فيه دروب على الار سي، هيبقى جهد نقطه الكوليكتور اقل من قيمه الفي سي سي، بس هتبقى قيمه دي سي. يعني هنا في جهد دي سي قيمته كام؟ قيمته في سي سي ناقص اي سي في ار سي. طب جهد البيز بيساوي ايه؟ بيساوي في سي سي ناقص التيار اللي ماشي في ار 1 في ار 1. طبعا التيار اللي ماشي في ار 1 مش هو الاي بيز، الاي بيز جزء منه، لان التيار اللي جاي من ار 1 ده هيتقسم جزء منه يخش هنا، ده اسمه الاي بيز، وجزء منه يكمل في ار 2. يبقى دلوقتي انا متفق انا وانت ان في هنا جهد دي سي في نقطه البيز، وفي نقطه الكوليكتور بالنسبه للجراوند في قيمه جهد دي سي،
بتساوي في سي سي ناقص اي سي في ار سي. الترانزستور ده بيمرر تيارات في اتجاه واحد بس، يعني بيمرر من البيز للإميتر، العكس ما بيمشيش لان في هنا دايود بيتوصل ريفرس. بيمرر تيار من الكوليكتور للإميتر، العكس لا ما يمشيش من الإميتر للكوليكتور، ده ان بي ان، البي ان بي بيبقى عكسه، يبقى ده تياراته موحده. دلوقتي هنا جهد دي سي هيمررك تيار اي بيز، هيتبعه تيار كوليكتور ماشي في دايره مين؟ كوليكتور سيركت. تمام تمام. تروح انت بقى عامل ايه بقى؟ انا معايا سيجنال، السيجنال دي بتبقى سيجنال صغيره جدا بالمقارنه الجهد الدي سي اللي هنا. يعني مثلا ده مثلا اعتبر ده مثلا 5 فولت، بتلاقي ده هي 1/10، البيك بتاعها 1/10. فلما الجهد ده تدخله على النقطه ديت بيعمل عمليه تغيير في الجهد بقيمه 1/10، تلاقي الخمسة وصلت ل 5.1 وتنزل 4.9، بس في الحاله ديت برضه هو لا زال دي سي. بس حصل فيه ايه؟ حصل فيه بلسيتنج، حصل فيه تذبذب. نتيجه مين؟ نتيجه دخلت السيجنال دي. السيجنال دي انت مش عايز تاثر عليها بالبايزنج، انت لو ما حطيتش المكثف اللي هو السي 1 ده، البطاريه ديت هتشوف السيجنال ده اهي، او هتشوف المسار ده اهو، وتغذيه بتيار وتبوظ لك الدنيا. انا مش عايز الفي سي سي يكون شايف المنطقه دي خالص، فبعمل ايه؟ بروح موصل مكثف. المكثف ده بيشحن بقيمه الفي سي سي وبعد كده يعمل بلوك. او ممكن تبص لها ان المكثف بيبقى اوبن سيركت في الدي سي ايكويفالنت سيركت، يعني اي مصدر دي سي بيبقى شايف المكثف ان هو اوبن سيركت، فما بيمشيش تيار دي سي كده ابدا بسبب وجود المكثف ده. في نفس الوقت انت بتبقى مختار قيمه المكثف ده اهي بحيث ان السبلاي ده هو يبقى تقريبا شايفه شورت. ده لما يبقى سبلاي اي سي بيشوف المكثف ده كامبيدنس قيمتها 1 على اوميجا سي، يعني 1 على 2 باي اف سي، تردد السيجنال دي ممكن يكون كبير، وبتختار قيمه المكثف دي تكون كبيره، بتلاقي الاكس دي تقريبا بتقول للصفر، يعني السبلاي ده شايف المكثف ده شورت فبيغذي التيار وبيدخله للسيركت وبيأثر على نقطه البيس. اما السبلاي الدي سي ده ما بيشوفش مصدر السيجنال وعمره ما يقدر يدخل تيار للسيجنال او يغذيها باي تيار بسبب وجود السي واحد. طب السيجنال هنا يا شباب حصل فيها بلسيتنج. بلسيتنج يعني ايه؟ يعني الفي بي زاد وقل بس لازال ايه؟ لازال دي سي. يعني مثلا قلت لك 5.1 و 4.9 لازال دي سي. الفلكتويشن في قيمه الجهد ديت بتسبب تغير في قيمه الاي بيز. لما الاي بيز يتغير ايه اللي يحصل في الاي كوليكتور؟ ادي الاي بيز قدامك اهو اتغير نتيجه تغير مين؟ نتيجه تغير جهد البيز. بيتبعوا ايه بقى؟ بيتبعوا ان الكوليكتور كارنت بيتغير. يعني الاي بيز لو بقيمه بيبقى الكوليكتور كارنت بقيمه، القيمه دي بتبقى بتساوي كام؟ بتساوي بيتا في الاي بيز لو تفتكر. البيتا دي بيسموها الايه؟ الكارنت جين بتاع الترانزستور. لما الاي سي يتغير، ركز كده معايا، الاي سي لما يزيد ايه اللي يحصل في الدروب على المقاومه اللي هي الار سي؟ هتلاقيه بيزيد نتيجه زياده التيار. يبقى قيمه الجهد ده بالنسبه للجراوند ممكن تقيسها كده، تقيسها من ناحيه الترانزستور والار اي، وممكن تقيسها من ناحيه الار سي والفي سي سي. هقيسها بالنسبه لي اسهل الار سي والفي سي سي، انا عارف تيار الاي سي والفي سي سي. الفي سي سي بالنسبه لي قيمه ثابته، فلما التيار يزيد الدروب على المقاومه الار سي ماله؟ هيزيد. لما يزيد ايه اللي يحصل في جهد نقطه الكوليكتور؟ هتلاقيه بيقل. ركز ان هو دي كان في الاساس هنا في قيمه دي سي، هتقل بس مش هتوصل للصفر. لو وصل للصفر يبقى في مشكله في البايزنج. يعني مثلا القيمه دي مثلا على سبيل المثال لو القيمه دي 5 فولت مثلا، اعتبر دي مثلا 10 فولت مثلا، او بلاش 10 بيبقى رقم مثلا، اعتبر 10 فولت ماشي. 10 فولت دي لما تزيد ل 5.1 دي مثلا هيحصل زياده في التيار بقيمه، هتلاقي الجهد ده نزل مثلا من 10 فولت مثلا لغايه 10 لغايه مثلا 5 فولت، يبقى حصل له مثلا دروب ب 5 فولت، بس لا زال دي سي، يعني القيمه دي سي زي ما هنشوف دلوقتي في السيميليشن. فالجهد هنا برضو حصل له دي سي وحصل له ايه؟ حصل له بلسيتنج نتيجه تغير البيس كارنت اللي اتبعه تغير الكوليكتور كارنت، وبالتالي الفي سي اي او بلاش بقى الفي سي اي، الفي سي تو جراوند من الكوليكتور للجراوند حصل فيه انه قل مع زياده التيار وزاد مع نقص التيار. يعني بيحصل ايه بقى؟ لما جهد السبلاي ده اهو بيزيد، اللي بيحصل في جهد الخارج بيقل. طب هنا كده في عندي مركبتين اتنين للجهد، مركبه دي سي اللي هي جايه من البايزنج الفي سي سي،
ومركبه اي سي جايه منين؟ جايه من تغير البيز فولتج، بالتالي تغير البيز كارنت، بالتالي تغير الكوليكتور كارنت، بالتالي تغير الكوليكتور تو جراوند فولتج. يبقى انا عندي مركبتين دي سي واي سي. لو انا عايز افلتر المركبه الدي سي وما اخدتهاش في الخارج بتاعي، اروح اعمل ايه؟ اروح موصل مكثف، المكثف ده المركبه الدي سي هيعمل لها بلوكينج، بالتالي المقاومه ديت لما تيجي تشوف الدايره دي هتشوف المركبه الاي سي بتاعتها بس، بسبب وجود مين؟ بسبب وجود المكثف ده. نشوف ده في السيميوليشن. في السيميوليشن انا مركب لك الدايره اهي، البطاريه ده الطرف الموجب بتاعها انا حاطه 12 فولت، وده الجراوند ده الطرف السالب بتاع البطاريه، والاطراف والجراوند ده كله نقطه واحده. عندي سيجنال، السيجنال ديت قيمتها 1 من 100 فولت، سيجنال صغير، دخلتها على البيس، على نقطه البيس عن طريق مكثف. المكثف ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيحمي السيجنال سورس من البايزنج بتاع الترانزستور. يعني ده لو انا شفت الجهد هنا هتلاقيه بيور اي سي، هتلاقي الدي سي ده ما اثرش معايا هنا على السبلاي خالص. وهقيس الجهد ده بالسكوب على التشانل رقم بي، يبقى التشانل رقم بي هشوف بيها جهد الدخل اللي هو المفروض البيك بتاعه كام؟ البيك بتاعه 1 من 100 فولت. عملت البايزنج. البيس كارنت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد وانت بتعمل البايزنج، بيعتمد على جهد النقطه دي، وجهد النقطه دي هو عباره عن الفي سي سي ناقص التيار اللي ماشي في ار 3 مضروب في اي 3. طب لو انت عايز مثلا عايز تزود جهد النقطه دي، ركز ان جهد النقطه دي ممكن تجيبه بالفولتج ديفايدر بين المقاومتين دول. فكل ما المقاومه دي قيمتها كبرت، كل ما جهد النقطه دي كبر، كل ما زودت الاي بيز. يبقى انت لو عايز تزود الاي بيز بتزوده ازاي؟ بتزوده عن طريق انك تزود نسبه مقاومه ار 4 لار 3. دي دايره الكوليكتور. تعال بقى كده نعمل ران ونشوف الجهود. نعمل ران. عملنا ران كده يا شباب. ركز الشانل بي على السكوب هشوف بيها جهد مين؟ هشوف بيها جهد السبلاي. والشانل ايه هشوف بيها الجهد على مين؟ على المقاومه. نسمي الله كده ونشوف. لو احنا ظبطنا الاثنين على نفس السكيل عشان نشوف ان حصل فعلا، ركز معايا ان الازرق الازرق للشانل الزرقاء، الازرق هي الشانل بي، هي جهد الدخل، والاصفر هو جهد الخارج. الاصفر هو جهد الخارج والازرق هو جهد الدخل. ركز معايا، لما جهد الدخل فين الزيرو بتاع السيجنالز ديت؟ الزيرو بتاع السيجنال احنا وصلناهم الاثنين. ركز، لما جهد الدخل كان بيزيد ايه اللي كان بيحصل في جهد الخارج؟ كان بيقل. ولما كان جهد البيز ليه؟ لان لما زاد البيز فولتج زاد البيز كارنت، فزاد الكوليكتور كارنت. ولما زاد الكوليكتور كارنت ايه اللي حصل؟ زاد الدروب على المقاومه دي. لما يزيد الدروب على المقاومه دي يبقى جهد النقطه دي يقل، لان جهد النقطه دي بيساوي جهد ثابت ناقص اي سي في ار 1. تمام. طب لو عايز اشوف نسبه التكبير اشوف فين التكبير؟ شوف اظبط بقى السكيل على نفس السكيل ده. مثلا 1 من 10 فولت اللي هي التشانل الصفراء اللي بتمثل جهد الخارج، خلي دي برده 1 من 10 فولت التشانل دي. نشوف كده لو 1 من 10 فولت، انت شايف شايف فرق الشكلين؟ يعني نسبة التكبير. طب لو انا عايز اقيس التكبير صح بقى، قيسه بسكوب، قيسه بفولتميتر. نقيس بفولتميتر ازاي؟ هنجيب فولتميتر اي سي، اي سي فولتميتر، نقيس بيه جهد الدخل، واي سي فولتميتر نقيس بيه جهد الخارج. ده هيبقى جهوده صغيره، اخلي الرينج بتاعه بالملي فولت ونعمل ران. جهد الدخل كام؟ اللي هو جهد السيجنال 7.06 ملي فولت. نشوف جهد الخارج. جهد الخارج 1 فولت. اقسم 1 فولت، ثواني كده يا شباب، عمال بس تستقر المكثفات دي على ما تشحن بس والدايره تستقر. جهد الدخل كام؟ 7 ملي. وجهد الخارج بكام؟ 47 من 100 فولت. لو احنا عملنا مثلا جبنا الكالكوليتور وقسمنا 0.47 على 0.007، كانت 6 تقريبا،
بيعمل تكبير ب61 مره، يعني كل 1 فولت في الدخل بيحصل له تكبير ب61 فولت في الخارج. طب عايزين بقى نتاكد ان جهد النقطه ده اهي دي سي ومتحمل باي سي. يبقى دلوقتي لو انا بقيس بالسكوب دلوقتي زي ما انت شايف كده بديجيتال سكوب، السيجنال الصفراء فين الجراوند بتاعها؟ الجراوند بتاعها اللي شكل متماثل حواليه اهو، الجراوند بتاع الاصفر. نقفل التشانل دي الاول، نقفل التشانل ديت، نبص في التشانل دي. التشانل ديت بتمثل جهد الدخل، جهد الدخل متماثل حوالين الخط ده. نكبره شويه، نكبر السكرين عشان انتم شايفين. جهد الدخل بيور اي سي، الصفر بتاعه فين؟ حرك ده، شوف الخط اللي هو المنقط ده، ده الصفر بتاع الموجه. الموجه متماثله حوالين مين؟ الصفر، فهي موجه بيور اي سي. نشوف الخارج، الخارج الصفر بتاعه اهو، الصفر بتاعه هو الخط المنقط، هتلاقي برضو بيور اي سي، الموجه بقد السالب. طب لو احنا وقفنا الدايره وهنشوف على نفس الاثنين الشانل دولت ديليت او لا خليهم زي ما هم، نشوف بتشانلز ثانيه، نشوف جهد الكوليكتور قبل المكثف، ونشوف جهد البيز بعد المكثف. اللي تشانل سي اللي هي الحمراء بتمثل جهد الخارج بس قبل ما يدخله على المكثف. هتلاقي مركبتين، مركبه اي سي ومركبه دي سي. نشغل كده الدايره ونسيبها تستقر، هتلاقي المكثفات الاول كده مكثف، المكثفات دي على ما تشحن بس، والدايره كده تستقر. الدخل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. كده بقى نشوف كده. انا هشوف التشانل للتشانل. التشانل الصفراء كانت بتمثل جهد الخارج، جهد الخارج احنا شفناه دلوقتي، هتلاقيه بيور اي سي اهو. بيور اي سي متماثل حوالين الصفر، الصفر بتاعه هو الخط المنقط. جهد الدخل قبل المكثف هو الازرق ومتماثل برضه حوالين الصفر، فهو بيور اي سي. طب نشوف بقى بالتشانلز الثانيه، الاحمر ده نقفل الاثنين التشانل دولت، ونشوف بقى التشانل الحمراء. التشانل الاحمر بقى الدي سي، نشوف بقى دي ده بيمثل بالنسبه لي مين؟ اللي هو الاحمر بيمثل الجهد بتاع الخارج قبل مين؟ قبل المكثف. تمام. نصغر بس السكرين شويه عشان نشوفه. شايفين يا شباب؟ دلوقتي ده ب2 فولت، فين الصفر بتاع الموجه؟ الصفر بتاع الموجه اهو. الموجه كلها فوق الصفر، الموجه كلها دي سي. الموجه كلها دي سي، حصل ايه؟ بيحصل عمليه بلسيتنج او عمليه تغير فلكتويشن كده صغير في مين؟ في جهد الكوليكتور. طب الفلكتويشن ده جاي بسبب مين؟ ده الصفر بتاعها اهو. بسبب مين؟ بسبب تغير الكوليكتور. الاي سي لما اتغير ايه اللي بيحصل في الدروب في المقاومه دي؟ الدروب في المقاومه دي بيتغير، فجهد النقطه دي بيتغير بس لا زال دي سي. لو انت عايز تاخد الاي سي كومبوننت منه بس، تاخد من عن طريق مين؟ توصل المكثف. المكثف ده زي ما انت شايف كده شحن ببولاريتي ثابته، موجب وسالب. البولاريتي دي يا شباب بتمثل مين؟ او لو جيت لسه هتلاقيها بالظبط بتساوي قيمه الدي سي فاليو بتاعت الجهد في النقطه دي. فبالتالي ده بيبقى هنا في جهد دي سي، وهنا جهد دي سي عكسه، فبيعمل له بلوكينج. وكل الجهد اللي بيطلع هنا هو الاي سي كومبوننت بتاع الموجه دي. يبقى الموجه دي زي ما انت شايفها كده، معلش. طب بعد المكثف هي الاصفر. لو انا عملت على بنفس السكيل اللي هو ال 2 فولت نفس بس بقى فين الصفر بتاعها؟ الصفر بتاعها هي متماثله حوالين الصفر بتاعها. انما قبل المكثف هتلاقي الموجه مش متماثله حوالين الصفر، هتلاقي الموجه كلها دي سي زي ما انت شايف كده. طب نشوف بقى المكثف، جهد الدخل او نشوف بقى جهد البيز، جهد نقطه البيز هو على التشانل دي. اوف نصغر في البيز. طبعا الجهد صغير، فين الصفر بتاعه بقى؟ هو المفروض ده ساين ويف. لو انت عملت عمليه تقريب ليها وعملت زوم ان عن طريق انك تغير في السكيل بتاع الجهد، هتشوفها ساين ويف. ساين ويف صغير جدا، البيك بتاعه كان 1% فولت. طب نشوف بقى الصفر بتاعه فين؟ فين الصفر بتاعه؟ الخط المنقط. فالقيمه الدي سي اللي هو متركب عليها ديت هي قيمه البيس كورنت نتيجه البايزنج.
لما انت ركبت عليه المكثف ده الا او ركبت السبلاي بالمكثف، المكثف ده حمى السيجنال سورس منين؟ من الدي سي سبلاي الموجود هنا، وفي نفس الوقت عمل فلكتويشن في مين؟ في جهد البيز. يعني المكثف ده السيجنال سبلاي ده شايفه ان هو شورت، انما الدي سي سبلاي ده شايفه انه اوبن سيركت، فده ما بيعديش فيه تيار، ده بيعدي فيه تيار، فبيعمل فلكتويشن في مين؟ في جهد البيز، زي ما انت شايف كده، زي ما كنا شايفين في السكوب في اخر ايه، في اخر موجه شفناها، اخر موجه احنا شايفين كده، ده فلكتويشن في مين؟ في جهد البيز. وركز ان هو كله دي سي، بس فيه تغيرات، بس فيه الصفر بتاعي تحت، الموجه كلها دي سي. الفلكتويشن في جهد البيز عمل فلكتويشن في مين؟ عمل تغير في جهد الكوليكتور نتيجه تغير الاي كوليكتور، وده اللي انا هشوفه على الشانل الحمراء. نقفل دي، نشغل الشانل. اوف اوف اوف، الفلكتويشن او التغيرات اللي حصلت في البيز نتيجه تغير البيز فولتج، بالتالي تغير البيز كارنت، بالتالي تغير الكوليكتور كارنت، ادى الى تغير مين؟ جهد الكوليكتور بالنسبه للجراوت. الصفر بتاعي تحت اهو زي ما انتم شايفين، الموجه كلها دي سي. عايز تعدي الاي سي بس على اللود بتاعك، تعديه عن طريق مين؟ مكثف. المكثف ده هيمنع اي دي سي كومبوننت انها تعدي اللود، ويعدي اي اي سي كومبوننت. نشوف الخارج بتاعي كان على انهي تشانل؟ الخارج بتاعي كان على التشانل اللي هي ايه، اللي هي الاصفر. نعمل ده اوف، نشوف التشانل دي. التشانل دي يا شباب هتلاقي الموجه مالها بيور اي سي، بس كده. احنا كده دلوقتي تعرفنا على الدايره امبليفاير، المفروض الدايره دي نعملها في المعمل. فان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله نتقابل بقى في المعمل، وهنعمل الدايره دي بقى عملي. احنا شفناها دلوقتي في السيميليشن، وانا سجلت الفيديو برده للناس اللي داخله متاخره، وهرفعه على اليوتيوب وابعت لكم اللينك بتاعه. يعني احنا يا باشمهندس انا يوم الثلاثاء برده ان شاء الله، لو عايزين تيجوا تصوروا ما عنديش مشاكل، المجموعه تيجي تصور، هتيجي تصور المحاضره، هتيجي تصور المعمل. تمام، والمحاضره هتبقى تصوير برده ولا ايه؟ مش الدكتور بلغكم بكده؟ بلغكم ان المحاضره تصوير صح؟ انا قصدي ان احنا طالما مش هننزل للمحاضره، فاحنا كده هنضطر ننزل للمعمل مخصوص بقى ولا ايه؟ هو في ناس هتيجي تصور المحاضره. تمام، اللي يجي يصور المحاضره يجي يصور المعمل وخلاص، مش لازم الناس تيجي. ماشي، الدايره دي اسمها هندسه عشان انا جيت متاخر. بس دايره الامبليفاير، الفيديو انا مسجله اهو هرفعه لك، يعني اسمها دايره امبليفاير. وظيفتها ان انت معاك سيجنال انت مستقبلها باي جهاز، باي جهاز استقبال، والسيجنال دي صغيره وعايز تستفيد من السيجنال دي وتكبرها، فبتدخلها على دايره امبليفاير. ماشي، كل واحد فولت دخل او كل واحد ملي فولت طلع بكام؟ بحاجه و60 ملي فولت، التكبير كان طلع حاجه و60. اللينك الدايره دي يا شباب لو انتوا عندكم بروتس انا ابعتها لكم على ابعتها لزميلكم ويبعتها لكم على الجروب. ماشي يا هندسه. ماشي 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 يا شباب. ماشي، اي عون مني؟ شكرا يا باشمهندس. ماشي يا شباب، شكرا يا باشمهندس. الله يسلمك بقى.